صمم أن هيقاوم الفساد. مبارك السير خطير. دول تحيا مصر، أشكركم وأقدركم لأنكم الخير. مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتوني جدا جدا. ما زلنا بنستقبل جواباتكم وبنقرا مشاكلكم وبنكلم لكم الدكاتره وبنتفق مع مستشفيات، ولكن كل حاجه لسه شفويه لان في بعض الاجراءات اللي بنعملها اللي ان شاء الله باذن الله خلاص تمت النهارده، والاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى معانا رقم حساب باذن الله لجمع التبرعات على حساب المؤسسه العامه للتكافل الاجتماعي برضو. و ان شاء الله يا رب، مش عايزه اقاطع، يعني نعمل خير كتير قوي 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 الفتره اللي جايه. انا عارفه ان ناس كتير مستغربه احنا لسه ليه ما عملناش خير لغايه دلوقتي. موضوع ان انا جيت القناه جي فجاه، البرنامج طلع بسرعه، كان في اجراءات كتير قوي لازم تتاخد، ولكن ان شاء الله يعني ايه خطوات بطيئه ولكن ثابته ان شاء الله. واول ما هننطلق هنعمل خير كتير قوي باذن الله، وطبعا مش نقدر نعمله غير بمساعدتكم ووقفتكم جنبنا. ياما في ظروف وحشة قوي في البلد، وياما في ضائقة مالية، وياما في أوقات كتير قوي، في راس غارب، في أزمة راس غارب، في الزلزال، وإحنا بيبقى عندنا عمليات قلب مفتوح برا مصر صعبة جدا جدا جدا، واخدة رفض من جميع المستشفيات. كنتوا دايما في ظهرنا، دايما في ظهرنا وما بتخذلوناش، وهو الحقيقة ربنا اللي ما بيخذلناش، ولكن بيجعلكوا سبب ان انتوا تجعلونا دايما كلنا كل المصريين نبقى سبب في قضاء حوائج الناس باذن الله. الحاجه الثانيه ان احنا بنستقبل التليفونات يوم الاحد، كل يوم حد من 3 لـ 7. انا ما قدرتش اخد تليفونات الاسبوع ده لان كانت المواضيع واخده وقت الحلقه كله، ولكن ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي هيحصل. كل النمر اللي يوم الاحد اتكلمتوا، ناس عايزه تعالج من الادمان، ناس عايزه تعمل حقنه مجهري، ناس عايزه حاجات كتير قوي، نمر التليفونات معانا. مش دي الطريقه اللي هتوصلوا لنا بيها الجواب، بيبقى احسن كتير لان الاعداد ملوش علاقه خالص بالحالات. يعني ممكن اخد النمر وممكن ما اخدش، احنا بس عاملين موضوع التليفون ده للتواصل بيني وبينكم، ولكن احنا قلنا ان الجواب هو اللي تكلموا بيه احسن، لان كمان الجواب ببلاش. يعني التليفون ده بيبقى بفلوس لكن الجواب ببلاش، فاحنا مش عايزين نحمل اي حد مريض اي تكلفه. انت عشان تقعد تتكلم على التليفون ده ممكن تدفع فلوس كتير قوي، وانت حد مريض او كده مش حمل ده. فانا حريصه دايما ان انا اعمل موضوع الجواب ده لان هو الطريقه الوحيده اللي مش مكلفه. عشان كده ناس كتير بتقولي طب ليه مش على التليفون، ليه مش على الرسائل، ليه مش، عشان دي الطريقه الوحيده اللي ببلاش، انك تقدر توصل لي عن طريق جواب مسجل بتبعته بيوصل لي، وانا يا سيدي بكلمك في التليفون ونشيلك فوق راسنا من فوق باذن الله. خلاص، عشان كده انا ما بحبش ان حد يوصل لنا حاله مرضيه او اي حاجه من هذا القبيل من خلال التليفون. نروح لفاصل نرجع نتكلم في موضوع مهم قوي. يا رب يا رب ربنا يوفقني في الرسالة اللي عايزة أوصلها. نسمع كل كلمة وندق في كل كلمة عشان نخلي بالنا، لأن بما أننا بقينا عايشين في بلد متحضرة وحكومتها متحضرة بتهتم بينا جدا وبولادنا جدا، وبتهتم بأصغر أصغر التفاصيل، وعلى مدار البرنامج هوريكم ده إن ابتدت حكومتنا والدولة تهتم بأدق التفاصيل. زي ما بيوقفوني كده على باب المدينة، مش فارق بقى معاهم ريام سعيد ولا مش عارفة مين ولا مين، لو الكمامة يبقى مش هدخل، ولو الكارنيه يبقى مش هدخل، ولو أنا حابة بقى الموضوع ده جدا. يعني واحدة غيري كانت قالت إيه ده، هم مش عارفين أنا مين. لا لا لا، أنا مبسوطة قوي، أنا مبسوطة قوي إن ما بقاش في حد كبير على القانون، أنا مبسوطة قوي إن ما بقاش في واسطة، أنا مبسوطة قوي إن الدولة مهتمة بأدق التفاصيل عشان حياتنا وعشان صحتنا
وعشان مستقبلنا. تعالوا نروح لفاصل ونرجع. المجلس القومي للأمومة والطفولة من الجهات اللي بحترمها جدا جدا جدا، يمكن عشان أنا أم وحياتي ولادي، ويمكن شايفة إن الأطفال دول أكتر ناس ما يقدروش يهتموا بنفسهم. يعني أنا كست مثلا ممكن حد يوعيني، بس أقدر أخد بالي من صحتي، أعرف إيه اللي ليا إيه اللي عليا، أنا ست ناضجة. ولكن الطفل ده ليس له حول ولا قوة، فإن يكون في جهة مختصة بحمايته دي حاجة لطيفة جدا، وإن في نجدة الطفل دي حاجة قوية جدا جدا جدا. يعني لو أنا مثلا واحدة متجوزة واحد، والواحد مثلا بيعذب ابنها، كل اللي هتعمله زي بره، بره بتروح بكلم مثلا 911، هنا نفس الحكاية. انتي لو شايفة إن في اهل بيعاملوا ولادهم وحش، او انت عندك زوج مثلا بيعذب ابنك، او تقدري تنقذي ابنك في ثانيه. مدرسه بتعامل ابنك او بتضربه، تقدري تكلمي نجده الطفل، وهاتولنا من فضلكم الرقم بتاع نجده الطفل، تحطوه لنا على الشاشه لو سمحتوا. والدليل على هذا ان انا كل حلقه بقول لكم ايه، مثلا اللي عايز يتعالج من الادمان يبص على الشاشه هيلاقي الخط الساخن لعلاج الادمان. اللي عايز طفله او طفل الجيران او طفل بتشوفه في الشارع في خطر، كلم نجده الطفل. ما كانش موجود. دلوقتي احنا عندنا لما انت تعوز حاجه في حد تكلمه وتقول له انا محتاج كذا. مجلس قومي الامومه والطفوله نزل بيان، وانا هشرحه لكم باستفاضه، لان الحلقه دي انا شايفه انها من اهم الحلقات اللي انا قدمتها وهقدمها. بقول لكم يمكن عشان انا ام واغلى حاجه عندي اولاد. بيقول ايه المجلس القومي للطفوله والامومه؟ مجلس قومي الطفولة والأمومة يدين واقعة استغلال طفل من قبل والده المطرب الشعبي للتربح، ويتقدم ببلاغ للنائب العام. أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، وذلك بنشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد يعلن المجلس عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة. وأوضحت الدكتورة سحر الصباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث العنف بين الأطفال، بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بتلك المطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش الحياء العام، سيكون بطل الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، وذلك مما أثار استياء شديد من هذه الأفعال الغير مقبولة. وأكدت الصنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول، يتضمن تعريض أطفال للخطر ويهدد نشأتهم وأخلاقهم، واعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية. هي طبعا نشأتهم وأخلاقهم ممكن، يعني أنا مش بقرأ نشرة. وأضافت الصنباطي أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل، وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار بها أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. طيب محمد بسنت وناس كتير قوي أعجبت بالفيديوهات اللي اتقدمت، وناس كتير قوي قالت احنا مش فاهمين ايه الغلط في موضوع محمد بسنت ده. انا عايزة ليه الحلقة دي مهمة قوي؟
مش عشان وقعت محمد وباسنت، لا، عشان احنا مع اولادنا. يعني انا دلوقتي عندي طفل عنده 3 سنين، لما بيقول حاجه اكبر من سنه شويه او كلمه ما ينفعش تطلع من طفل او كلمه خارجه، احنا بنضحك وبننبسط وبنقول ايه ده، بص بيقول ايه، ونبتدي نهزر ونجيب الطفل نقول له ايه، قول لانكل انت بتقول ايه على ايه وبتاع. انا سبحان الله طول عمري ما بحبش الحكايات دي، يعني اقول لهم بتضحكوا على ايه، يعني هو هيقول الكلمه الخارجه دي مثلا اللي سمعها من اي حد، من صحاب باباك بيهزروا، من اي حاجه، من اي حته، وبعدين يروح يقولها في المدرسه مثلا، يقول لك ايه، لا 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 ما تقولش كده احسن، يروح يقولها في المدرسه، كسوف من المدرسه، مش ان هو بيقول كلام خارج. الجريمه هنا ان هو بيقول كلام هو مش عارف معناه، يعني هو بيقول الكلمه وبيفضل يكررها عشان انتوا بتضحكوا وهو مش فاهم هو يعني ايه. على فكره محمد نفس الحكايه، محمد بيقول كلام هو مش فاهم معناه، وهو ده اللي احنا اكتشفناه في اللقاء. انا طبعا رايحه معجبه جدا بموهبه محمد، ان هو تلقائي وعفوي وزي الاطفال اللي هي بتتمتع بالكاريزما والذكاء. زي هديكم مثال دلوقتي، تعالوا نشوف مع بعض. فاكرين عائله زيزي لما كان في طفله صغيره كل شويه تقول 4 يا ماما؟ اوكي، الطفله دي اكيد حازت اعجابنا كلنا. كمان دينا عبد الله وإيناس عبد الله في كتير من الافلام، ويمكن اشهرهم الحفيد. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع اقول لكم ايه الفرق بين المجلس القومي للطفوله والامومه بيتكلم عنه وبين الاطفال دي اللي احنا اعجبنا بيهم واصبحوا نجوم. شوف مع بعض. انا ما حسيتش يا بابا. طب اتجوزها احنا وحسينا. امتى بقى؟ وانا كمان يا بابا عايزه اتجوز. اجيب لكم منين؟ منين؟ التقسيط المري. يبقى ننصحهم نتجوز ونسيب لهم البيت ده؟ يا رب. ما تاكليش ليه؟ كان زعلان منك يا بابا. صباحيا مبارك يا شيخ. الله يخليك. ازيك يا عطوف؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ها؟ نعم. انا هروح مع عاطف اتفرج على الماتش عند الجيران. روحوا للماما. قلت قالت لا. يبقى خلاص انا ماليش دعوه. انت عايز الناس تقول انها بتمشي كلامها عليك؟ يا سوسن يا بنتي لازم تعرفي ان ماما هي اللي مسؤوله عن البيت ده. ودين العيله دي حصل في عقلها حاجه النهارده. حصل في عقلها من زمان وانت بتتابع. زين؟ هتطلع الست دي بقى وتريحنا. تعالي تعال. انت عارفه ماما لو سمعتك هتعمل فيك ايه؟ عارفه. طب قلت كده ليه؟ طلعتني في وشي. حصلت امتى؟ لا تعالي ارمانه يا ماما. يا واد بس يا بنت، امال هتخلصي المذاكره امتى؟ امال انا عملت الواجب وهو ما ذاكرش. والمفعوصه اللي جريت دي وانت مالك انت؟ انتوا هتتخانقوا؟ امشي روح ذاكر. انا ما عنديش واجب يا ماما. كلام. لو واحد فيكم وقف ولا جاله ملحق ما انتوا خارجين السنه دي ولا متفسحين. اطفال كتيره جدا وهم في سن صغير قوي كانوا بيتمتعوا بنفس اللي بيتمتع بيه محمد، وهو الكاريزما والعفويه، واحنا بنسميها كده بالبلدي اروب او اروبه. زي مثلا مسلسل ونيس، الفنان محمد صبحي، وانا اسفه جدا انا مش عارفه اسم البنت الثانيه، بس كانت عبقريه يعني. وكانوا في عائله ونيس، كانت هي من اشهر الشخصيات اللي في المسلسل. هل انا لما ودي بنتي او ابني يمثلوا وهم صغيرين كده ويسهروا في اللوكيشنز، كان معانا ريم في ما وراء الطبيعه، هل انا لما وديهم يسهروا في لوكيشن لمتاخر وساعات غايبهم من المدرسه واخد فلوس من الانتاج، هل ده معناه ان انا بتربح؟ اكيد لا. في فرق كبير قوي بان انا اشوف ان ابني عنده موهبه فبنميها فبيبتدي يمثل،
زي ما في عروض في المدرسه، عروض مسرح، سكتشات، اي حاجه من الحاجات دي. وفرق بين ان انا اخليه يقول كلام خارج او اكبر من سنه هو مش فاهمه واحطه على قناه اكسب منها. المشكله الحقيقيه كانت ان في فعلا فيديو كليب هو قال لي عليه بابا، كان في كلام هما طبعا غنوه وانا شلته، يعني حذفته من اللقاء لانه ما ينفعش يتغنى. يعني ما ينفعش يظهر، يعني بعد ما الولد غناه ما ينفعش يظهر خالص. وسالت الولد انت فاهمه؟ قال لي لا مش فاهم. غنى اغنيه تانية مع بابا عشان ما حدش يقول مثلا طب هو لو صوته حلو بيعرف يغني طب ايه المشكله. لا، المشكله واعترف بيها على فكره بابا انها مشكله، انه في كلمات كبيره على سنه جدا واخدش على الحياه، هو مش فاهم هي ايه. فعشان ابقى عايزه اوصل للترند او ابقى عايزه فلوس كتير قوي تيجي عن طريق اليوتيوب، فخلي ولد صغير يقول كلام اكبر من سنه، اكيد دي حاجه غير مقبوله. هل بقى حسام كانت نيته استغلال او مش استغلال، فاهم ان ده غلط او صح؟ مجلس القومي للامومه والطفوله عمل حاجتين، اولا حافظ على محمد، ثانيا قوم الاب. يعني لما الاب يغير وجهه نظره او يمسح كليب او 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 يتاسف او يعتذر، يبقى مجلس القومي للامومه والطفوله عمل اللي عليه. اولا دور توعوي، ان هو وعى الناس ان خلي بالكم احنا واخدين بالنا قوي من اللي بيحصل. لأن أنا بقى دخلت على الإنترنت لقيت ناس كتير قوي عاملة يوميات لولادها، يعني بتصور ولادها وهم مثلا عندهم سنتين وبيلغبطوا الأرض زبادي ومش عارفة إيه وبتاع. أنا معرفش ده يندرج تحت الاستغلال ولا لأ، ولكن على الأقل ما بيخلوهمش يعملوا حاجة خارجة أو خدشة للحياء عشان يتربحوا منها. يعني في يوميات مش عارفة مين، النهارده دخلت لقيت يوميات اسم كده، مش عايزه ابقى بسوق يعني الحاجات، حد بيصور بيبي عنده سنه كل يوم بيعمل ايه، وكل مره بواقعه انت تحب تتفرج عليها. بره مصر كمان في لبنان او غيره في ناس معروفه عامله فيديوهات مع ولادها، سلسله من الفيديوهات. ولكن فكره ان هو بيستغل ان هو يقول حاجه عيب او ما ينفعش نسمعها. وبعدين الكارثة ان الولاد قدوا يسمعوها فيقلدوه. مشكلة تانية كمان فكرت فيها لما نزلت بقى من عنده، يعني انا روحت وعايز اعرف موضوع محمد وباسنت ده بجد ولا مش بجد، فلقيت ان احنا يعني الموضوع كبر. يعني هو ما هو الا ان هو ليه صديقة في الحضانة، وانا سالته هو ايه الحب ده، فقال لي بحب اجري وراها ونلعب استغمايه مع بعض وبجيب لها شيبسي وبجيب لها شوكولاته وبعمل مش عارفه ايه بس يعني بيجيب لها كيس بطاطس وبيجيب لها شوكولاته وهي بتحب تلعب معاه، وبيحبها ان هي مؤدبه بتقول له شكرا يا محمد، وان هو مش عايزها تلعب مع ياسين. كلمه الخيانه ومش الخيانه وكده دي عرفها من الاعلام، يعني الناس كانت بتروح تساله تقول له ايه انت ايه ياسين خانك مثلا، فهو ابتدى يرددها. لكن هو الموضوع اصغر عنده من كده بكتير، ان هو باسنت وبيحب يلعب معاها وما بيحبش يلعب مع حد تاني في الكورس اللي هو فيه عشان هي بتحترمه بتقول له شكرا يا محمد. هو بقى طريقته أروبة، عنده كلام أكبر من سنه لأن عنده أخوات كبار. دي حاجة ما يعني ما حدش متهيألي يقدر يعترض عليها. أنا بس اللي جه في ذهني هو عمل الفيديوهات دي وترسخت في ذهنه موضوع باسنت ده، وابتدى يتشهر وعرف إن الناس كلها عرفت القصة وابتدت الإعلام كله يكلمه عن القصة. طب ولو باسنت دي اختفت
هل الواقع النفسي على محمد هيبقى عادي؟ يعني هو حصل خناقه بين واحد بينه وبين واحد صاحبه كان عايز يلعب معاهم وبس. فالموضوع الفيديوهات اتكررت والموضوع كبر والاعلام اهتم، فبقى يوم على سكاي نيوز يوم مش عارفه في ام بي سي يوم مش عارفه فين يوم فين. انا لما روحت اسجل معاه الحقيقه يعني انا شلت كل الكلام اللي كان ممكن قوي تشوفوه في الحلقه وتضحكوا عليه وتنبسطوا منه وكل حاجه، بس هي ده ما كانش غرضي للقاء. ما كانش غرضي ان انا اعمل سبوت لايت على قد ايه الولد ده بيقول كلام اكبر من سنه او مضحك او كده. طبعا كنت بضحك غصب عني على حاجات زي ما بضحك على ابني لما بيقول حاجه. ابني مثلا الايام دي مثلا سمع من كرتون، هو صغير قوي قوي قصير، وسمع من كرتون لغه عربيه كلمه ساعدوني، فكل مثلا ما يجي يقع ويقوم من على الكنبه ويقول لبابا ساعدوني ساعدوني، الطريقه الكرتونيه اللي بيقولها بيها بتضحكني. ولكن انا ما كنتش مبسوطه من فكره ان هو بيقول حتى كلام مش عارف معناه. والحمد لله وصلنا الاب انه يعتذر، وقلنا له انه ما ينفعش يعمل كده، وتبقى رساله. الغرض من اذاعه الحلقه دي رساله للاخرين. انا كان نفسي يبقى معانا حد من مجلس القومي لامهات الطفوله يقول لنا ايه الحاجات الغلط. يعني ان شاء الله باذن الله هم كانوا مشغولين الاسبوع ده جدا، ارجو ان هم يلبوا دعوتنا في يوم من الايام يقولوا لنا، او نجده الطفل يقولوا لنا ايه الحاجات اللي نبهوا بيها الشعب، لان دي حاجه جديده علينا. ان يعني بره مثلا لو حد شاف ام مثلا بتشد الولد من دراعه مثلا بوليس هيجي يقبض عليها، ده بيتسمى تشايلد ابيوز، او يعني انها بتسيء معامله الطفل. فكان نفسي يبقى معانا حد يقول لنا على فكره احنا هنعاقب على ده وهنعاقب على ده وهنعاقب على ده وهنعاقب على ده، عشان لما يحصل شكوى او بلاغ للنائب العام او كده انت ما تتخضش، لان انت بالنسبه لك ده ابني وانا حر ويقول اللي انا عايزه ويعمل. لا خلاص ده ابنك، بس هو برضو الدوله حريصه جدا على سلامه ابنك لو انت مش عارف سلامه ابنك. فان شاء الله يبقى حد فيهم معانا قريب ويقول لنا على المحظورات، لان احنا دورنا برضو ان احنا نبقى بنتكلم بشكل في توعية للناس ان ايه الغلط اللي مش مفروض نعمله. تعالوا نروح نشوف تعالوا نروح لفاصل الاول ونرجع نشوف محمد وباسنت، ونرجع مع الدكتورة رشا الجندي تقول لنا الحتة اللي انا بقولها. يعني لاحظوا في اللقاء بقوله ايه، طب ولو دخلت الكورس ما لقيتش باسنت، فانا نروح لفاصل ونرجع نشوف اللقاء ونرجع نلتقي مع مدخنة مع الدكتورة رشا الجندي تقول لنا هل هو نفسيا هينسى الموضوع ده عادي، ولا الموضوع عشان كبر قوي بموضوع الفيديوهات وكده ده هيبقى عليه يعني ليه أثر نفسي عليه. نروح لفاصل ونرجع نشوف اللقاء. محمد وباسنت وكمية المشاهدة الغير طبيعية على اليوتيوب، وبين بقى مؤيد ومعارض، ايه ده دمه خفيف قوي ازاي لذيذ كده، هتموت من الضحك. وناس تانية تقولك ازاي يستغلوا ولادهم في ان هم يعملوا فيديوهات زي دي، وفي كلام ما ينفعش الاطفال تقوله. انا كنت عايزة اعرف مين محمد وليه بابا مهتم ان هو يعمل فيديوهات دي. وفوجئت انهم قالوا لي ان بابا مطرب اسمه حسام الشرقاوي، ومحمد بيمثل. هل ده جزء من التمثيليات بيعملها؟ هل انتم موافقين على ده؟ يعني هل هيبقى اعتراضكم زي احمد وزينب وزي بيستغلوا بنتهم في فيديوهات، ولا دي حاجه مختلفه انهم كانوا بيخوفوا البنت وده ما هو الا سكتش تمثيلي؟ طب الكلام اللي بيتقال هل سن محمد؟ طب نشوف مين محمد.
وبابا زي حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ شرف لينا وجودك. ربنا يخليك بس كمان عشان ايه؟ ربنا يخليك. تعالي اتفضلي حضرتك. نورتونا والله. محمد استاذه ريهام سعيده اهي. اهلا وسهلا. ازيك؟ قوم سلم. انا قعدت اقول لهم هو صاحي لغايه دلوقتي؟ يقولوا لي ايوه. اقول للاعداد طب خلينا بكره الصبح. يقول لي لا صاحي. انا هفضل لابسه الكمامه بقى عشان لو انا عيانه او حاجه. مش عيانه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي بقى القصه ايه؟ يعني انت اسالي على اللي انت عايزاه. انا هسال على اللي انا عايزاه طبعا. انا مبسوطه اصلا ان انا معاك. انا عايزه اعرف ايه حكايه محمد وباسنت وابتدت ازاي وتمثيل ولا بجد وايه؟ عشان انا ما كنتش عارفه ان انت ممثل. ما حدش يعرف انك ممثل. هو طبعا بس انت بتحبني ده بجد؟ يعني دي حكايه بجد؟ ايوه طبعا بجد والله. ايوه بس انت دي كانت معايا في الحضانه في كي جي 2 دلوقتي كانت معايا في الدرس. فهي بتحبني. ازاي عرفت؟ ايه ازاي عرفت؟ عارفه عشان لقيتها بتكلمني كتير فعرفت ان هي بتحبني. وبعدين فانا بقى عجبت بيها حلو فقلت لبابا يديني فلوس عشان اجيب لها حاجات كتير وكده واديها لها. جبت لها ايه مثلا؟ جبت لها شوكولاته شيبسي كونو كل الحاجات اللي هي دي. طب وخدتهم؟ خدت كل الحاجات دي؟ ايوه بتاخدها. خدها. وبعدين تعرف ياسين يعني ان هو بلطجي بلطجي خالص. هو بجد بقى القصه دي بجد يعني دي مش تمثيليه؟ لا هي حقيقه على فكره. يعني انت بتشتغل ممثل لكن القصه دي حقيقيه؟ ايوه. طيب هل بابا اول مره صورك بالفيديو انت اعترضت مثلا قلت له انت ليه بتصورني يا بابا ولا هو كان بيصورك من وراك ولا ايه؟ انا عارفه ان هو كان بيصورني. وانت عادي ما قلتلوش ليه بتصورني؟ انا قلت له ليه بتصورني؟ قال لي عشان ابعت كل الفيديوهات دي لبسنت. ايوه. وبعدين لما لقيتها على النت بقى ما زعلتش ان الناس عرفت موضوع بسنت ده؟ لا ما زعلتش. هي بسنت على عموم بقت مشهوره قوي دلوقتي بس محدش عارف هي مين. اي طب هي بقى عارفه ان هي يعني بسنت شافت الفيديوهات على النت وعارفه ان هي ولا بس بسنت شافتها وقالت لك ايه؟ لا بتحبني. انت بتحبني على طول. انا بجيب لها حاجات كتير على طول بجيب لها حاجات كتير موت. وبقوله بابا يديني فلوس كتير عشان اجيب لها حاجات كتير. طب وليه؟ ما يعني ممكن تحبك من غير ما تجيب لها حاجات كتير. يعني ليه بتشتري حبها؟ يعني لو انت مش بجيب لها حاجات كتير مش هتحبك؟ طبعا. بجد؟ ايوه لو مش جبت لها حاجات كتير مش كده مش هتحبني. مين قال لك؟ لكن لو بجيب لها حاجات كتير هتحبني. طب هو ياسين جاب لها حاجه؟ ياسين كان جايب لها حاجات. هي بقى مش قادره تاخد منه فخدت منه حاجه واحده. هي ايه بقى؟ وخدت منها كل الحاجات اللي انا جبتها لها. ياسين اتضايق وانا قسما بالله ما سلطتها حمدين في الفوكس في سناني. سناني طارت. هو انت سنتك دي طارت من ياسين فعلا؟ ايوه بجد والله. ايوه. وبعدين وبابا عمل ايه في ياسين؟ قلت له ودي لي الاسم وارفع. انا شفت الفيديو ده. انت بتقول له وديني اسم الشرطه دلوقتي حالا. فقال لك ما اقدرش اروح اشتكي طفل. اصلا عمره ما يبقى طفل. انت قلت له بلطجي يعني على فكره. بلطجي عمره ما يبقى طفل خالص. ضربك بالبوكس؟ ايوه اداني بالبوكس. طير السنه؟ ايوه. عيط؟ عيط. مش فاكره كان قدام بسنت؟ قدام بسنت بجد. فالمستر بقى مسح لي كل الدم. مين مستر؟ أيوة. مش بسنت؟ يا بسنت انا عايزه اوجه لك رساله. ابعتها لها طبعا. ابعتها لها يا بسنت. انا اتكسفت عشان مش كنت
مش عايزه اخليكي تمسحي الدم. خفت ان انت تزعلي مني وكده، خليت مغول مثلا يمسحها لي. وانا بحبك يا بسنت وبموت فيكي، وطبعا يعني ما بعرفش قلبي بيحبك ازاي. واول ما ذاكر بلاقي مخي ودماغي مش بيجي في المذاكرة، اول ما ذاكر المذاكرة مش بتيجي في دماغي، انت اللي بتيجي في دماغي بس. انا كل ده فاكرة ان ده سيناريو مكتوب وان بابا محفظه له وان هو بيمثل. يعني انا فاكرة ان هما لما اتفرجت على الفيديوهات قلت اكيد دي سكتشات، يعني اكيد بيقول له انزل من العربية، تعالى اركب اقعد جنبي، قول الكلام ده. مفيش الكلام ده، مفيش اللي الناس بتقوله ده. انت بجد؟ ده بجد؟ طبعا ده بجد، ده بجد والله العظيم. ايوه بجد. انت عندك كام سنة؟ 6 سنين. ازاي 6 سنين؟ عشان في اولى ابتدائي. ايوه يعني انا فاهمة طبعا ان 6 سنين في اولى، بس ازاي يعني ازاي عارف تتكلم كده؟ هو اللي بيحصل معايا في المدرسة، بابا ليه بيصورني بتكلم عنه. اللي بيحصل في المدرسة انا مستغربة جدا. لو 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 واحدة تانية قالت لي انا بحبك هتدني برضو مع بسنت. بسنت دي طب ولو مش هنساها خالص. طب ودلوقتي لو بطلت يبقى معاك فلوس وبابا بطل يديك فلوس وبطلت تجيب حاجات لبسنت هتحبك؟ طبعا لا. طب وبعدين افرض بابا بطل يجيب البسنت حاجات هتعمل ايه؟ هدنا اتحايل عليه قوله اديني فلوس عشان انك اتحايلت عليه وقال لك لا، بس انت المفروض تحبك عشان انت محمد مش عشان الحاجات اللي بتجيبها. لا برضه هدنا اتحايل عليه. انت ازاي مش عايز بسنت تحبك انت محمد كده من غير حاجه؟ ما عشان قالت لي يعني انت راجل، انت ولد دلوقتي ممثل. ايوه بقيت بقوله انت راجل، انت ولد ممثل وبتعرف تتكلم ولبق ومخك كبير. ايوه طبعا. وده ما خفيف. هي قالت لي لو انت بطلت معايا الشوكولاتات وش الحاجات دي خلاص. بجد والله العظيم هروح عند ياسين. هي قالت لك كده؟ ايوه هي قالت لي كده. بس انت دي على فكره بتحبني جامد، هتحايل عليها واقول لها اجي عندي. هتقدرني اتحايل عليها ولو برضو ليه عشان دي زميلتي. زميلتي غير بسنت اكيد. في غير بسنت، بس دي اللي انا بحبها، اللي انا بحبها وبعشقها جدا. هو انت يعني معلش 6 سنين ده ازاي حاسس انك بتحبها؟ عشان زميلتي بتحبها. يعني اصحاب يعني صح؟ ايوه. بتلعبوا مع بعض وكده ولا ايه؟ بنلعب مع بعض. بتلعبوا ايه؟ مثلا بنلعب مثلا طغمية مثلا طغمية وكده. بنلعب جري. كنت خايف تبطل تلعب معاه الجري؟ لا مش خايف، هي دي زميلتي وقعدت العب معاها. انا مش مصدقة بجد انتوا بتمثلوا عليا. قسما بالله قصة حقيقية. قصة حقيقية فعلا. قصة حقيقية. وبسنت موجودة وياسين موجود والسنة طارت فعلا وكده. ايوه طبعا بجد. كل ده حقيقي. كل اللي انا بحكي لك ده حقيقي. دي سنة واحدة ولا اتنين وريني؟ واحدة. واحدة دي اتكسرت خالص؟ طبعا. يعني ضربك بوكس في وشها؟ ضربك في سناني. طب والحضانة عملت ايه فيها؟ مستر وليد مسحها لي وبس. ومعاقبش ياسين؟ ايه؟ معاقبش ياسين؟ على فكرة هو عض ياسين. قولها الحقيقة. هو اتخانق مع ياسين زق وعضه، أنت عضيت ياسين. عضيته. عضيته؟ لا. لا عضه، أنا هقول لك الحقيقة. طب تعالى يا جماعة. عضيته فعلا؟ لا مش عضيته. بص. قول الصراحة، هو اللي حصل إن أنا اتفقت مع المستر، أنا عملت له 3 فيديوهات أو 4، فلما نزلوا عملوا أنت احكي لي من الأول. انت جالك من المدرسه يحكي لك مثلا؟ لا هو القصه يعني انت فكرت في موضوع الفيديوهات ده ازاي؟ هقول لك ازاي القصه. ان انا معايا مي واحمد ولادي اللي بيغنوا معايا المهرجانات على المراكب وعاملين معايا برامج قبل كم كده. كام سنه هم؟ مي 11 سنه واحمد دلوقتي، بس بيغنوا هم قدوا. عاملين معايا مهرجانات عامله ملايين على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. فعملوا معايا برنامجين كاميرا خفيه رمضان، كانوا واخدين ترندات، وكانوا الراجل الصعيدي اللي بيضرب بالجزمه دوت والست اللي كانت خاطفه الاطفال دول مي واحمد. فاكره البرنامج الاطفال المخطوفه؟ هم دول مي واحمد ولادي.
فطبعا ده طلع كان عنده حوالي سنتين، بدا يقول لي هو بيغير من احمد غيره مش طبيعيه، اخوه بطريقه مهما اوصف لك يعني. فقال لي تاخدني معاك في البرامج وتاخدني معاك في الكليبات، انت بتحب احمد وانا لا. قلت له انت لسه صغير؟ فقال لي لا انا مش صغير وهتشوف. المهم ما جاش في بالي، فقلت له خلاص انا بعمل برنامج كاميرا خفيه واخده عشان ما والله ما يزعل، لكن طفل. فلما جه الكاميرا الخفيه قال كلمات في الحلقات للصعايده اللي في البرنامج يمكن حضرتك دلوقتي لو هو قالها ما تعرفيش تنطقيها، كلمات صعبه جدا. هو بيتكلم باحساس قوي. يعني مثلا قول لها الكلمات كده اللي هي ما تعرفش تقولها، قول لها تعرفي تقولي مثلا ايه؟ ما تعرف تقولي ما بطلت عليكيش مثلا. ما ايه؟ ما بطلت عليكيش. ما بطلت عليكيش؟ ايوه. لا انا ممثله مسرح، ما ينفعش تخش معايا. طب اوكي. خارج الفصل. قول لها تعرفي تقولي شديده ما تستجدهاش؟ شديده ما تستجدهاش. لا انت بتقولها غلط. لا ده هو سنته مكسوره، قولها لها تاني. اهو شديده ما تستجدهاش. اهو شديده ما تستجدهاش. شديده ما تستجدهاش. قالت ما شاء الله عليك. لا معايا. استاذه طبعا. المهم فجيل البرنامج كان مي واحمد الدراسه فتحت، فطبعا قلت اخده يا ابني. قال لي انا تمام. قلت له لا انا عايزك تحكي لي يعني هو لما نزل جيم العربيه حكى لك كده اكيد. لا ما انا هقول لك بقى. اهو جه هو من كي جي 1 من كي جي 2 كل شويه يجي البيت محمد عصبي ومحمد صريح ولو انت بوستي بوسه كده يفضل 10 ايام مصدعنا. استاذ ريم سعيد بس شفت هي بتبوسني من هنا بتحبني جدا او حياه ربنا زي ما بقول لك. فمحمد لاحظت عليه ان هو نكون مثلا بنتكلم، بدايه ان انا اكتشف محمد بقى نكون بنتكلم انا ومامته نطلب مثلا كنتاكي ولا نطلب ايه ولا نعمل اكل في البيت نتكلم. يوه انتوا اتجننتوا بتعلوا صوتكم كده بطريقه بعصبيه. انا يجي لي حاله ذهول مره في مره، بدات اكتشف ان محمد في حاجات يعني غريبه. المهم يجي من الكي جي 1 الكي جي 2 بابا بسنت ولاد ياسين وسنت بتحبني انا وانا جبت لها حاجات كتير بنفس الطريقه دي كده. فانت شفت ان الموضوع لا تجاهلته والله اقسم بالله تجاهلته مش في بالي. فهو بيجي يحكي انا عارف ان ابني بتاع رياكشنات يعني اي حد يقول له حاجه يحكيها بطريقه يضحك. تجاهلته لما دخل المدرسه بسنت ولاد ياسين وكل ما الاب الميس تقول حاجه انا اللي بجاب. هو شاطر قوي ما شاء الله. انا اللي بجاب والواد راح مديني بالكوع. قال ليه؟ قلت له مين قال ياسين برضه؟ وبسنت صاحبتي الواد ده بقعد يبص لها. بدات سنه 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 لقيت الموضوع شغله فعلا. رحت جايب التليفون والله العظيم انا ما فاكر اللحظه اللي مسكت فيها التليفون. والدليل على كلامي ان انا صادق شوفي اول فيديو لمحمد هتلاقيه بترنج في البيت وعليه ميه وشعره مبهدل. يعني انا مش في بالي لو انا مرتب هشيكه بقى نعمل له استشاره. لا مرتب ايه واحنا مرتبين دلوقتي بقى. مش قصدي لا لو انا مرتب اللي انا هصوره. انا جاي فاكره ان انتوا هتقولوا لي ان دي قصه انتوا. المهم ببص لقيت محمد رحت مصوره. قلت له محمد بس انت عملت كده والله العظيم بدون اي هنا في الحته دي. بس انت خانتني مع ياسين عشان ياسين كان واقف شفتهم واقفين. هو انا عايز اسالك قبل ما من غير مقاطعه بابا إن اصلا فكره تحبيني واحبها وكده جبتها منين؟ عرفتها منين؟ انا مش جبتها ولا حاجه. انا لقيتها بتحبني رحت حبابها. انا فاهمه بس فكره بس انت دي بس انت دي عمرها ما هتشتغل من دماغك خالص. عمرها. طب ولو سبت الحضانه ورحت مدرسه تانية؟ لا انا هدني في الدرس اللي بسنت فيه. لا ده كورسات هو بياخدها مش في المدرسه. طب الكورسات خلصت او الدرس خلص هنعمل ايه؟ عادي هقول له بسنت روحي الحاجه اللي انا رحتها. طب بسنت هترضى؟ هي مش بسنت دي ليها بابا وماما؟ ليه ممكن يقولوا لا او برضه هدني اتحايل عليها. بابا وماما بسنت صحيح عارفين ان دي بسنت هو طبعا. المهم انا لما صورت اخر فيديوهين انا اللي رتبت مع المستر. قلت له يا مستر الواد قال لي قلت له انا صورت الواد ده كان فيديو ناجحين قوي على السوشيال ميديا. فالواد ما عادش بيقول لي اخبار عن بسنت. كل ما اجي اساله او اجي اسخنه على ياسين عشان اخد منه حاجات. ماما مامتها زعلوا اكيد صح؟ هو باباها كده يعني حصل تنشن كده حتى كلمك ما بيجيبش سيره. كلمك اتخانق معاك؟ لا مش درجة الخناق يعني بس يعني مستر قال لي في مشاكل هتحصل ومتضايق. قلت له ده اطفال يعني الناس لما في طفل بتاع الناس بتضحك وتفرح. لا يمكن عشان البنت حساسه شويه يعني. لا مش بنت. لا انا عايزه بس افهمكم حاجه عشان بس لما حد بيقول على السوشيال ميديا ازاي ويتكلم في حبه بتحبني وبحبك انت بتاخد الكلمه بمفهومك انت الخاص.
لكن انا شوف لما سالت قلت له ايه يعني بتعمل ايه، قال لي بنجري ورا بعض بناء، فهو فاهم ان الحب ده هو الصداقه الجامده يعني، مش 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 اللي في دماغك يعني، مش اللي الناس فاهمه يعني. عشان كده انا وضحت لما بقول له يعني تحبوا بعض تعملوا ايه، قال لي نجري ورا بعض نلعب مع بعض، هو كده بالنسبه له يعني هي انتمته او 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 صديقته يعني، فهو مش قصده وحش يعني، او هو عقله ما يجيبش ما يجيبش كده. عشان كده انا وضحت بس فكره لما عشان عندي ولاد صغيرين فبساله عشان اوضح هو قصده ايه. وفي حاجه يا استاذ ريهام يا ريت برضو طبعا برنامج حضرتك، لكن بابا وماما بسنت ممكن يكونوا اتضايقوا ان بسنت داخل في الموضوع يعني. لا قلب بنت يا سيدي طفله، انا بامانه ما هي طفله بقى لما تلاقي نفسها بتتحب على السوشيال ميديا وانا بحبك يا بسنت. ايوه بس ما حدش عارف هي مين ولا نفسها. لا هي 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 نفسها، هي دي طفله انا مش عارف. على فكره هي ما تعرفش يعني ايه حب. ما بالظبط ما انا عايزه اوضح كده وبيتكلم يا عيني، لكن هي البنت طفله مش عارفه حاجه. المهم فمحمد بدا يجي، فبابا وماما تزعلوا كلمك يعني؟ لا اتكلم ناس وخد موقف وقالك بطل بقى فيديوهات. لا خلاص احنا مش هنعمل فيديوهات براحتنا، وانا انا بقول بسنت انت معاك دليل انها بنتك؟ السنه اللي طارت قدام بسنت. انا المشكله دي يعني صعبه، عارفه هي هتطلع ولا لا؟ ايه اللي هتطلع؟ السن هتطلع. لا ان شاء الله وريني افتح بقى. لا انت عندك 6 سنين صح؟ اه لا هتطلع ان شاء الله. انت شفت الفيديو بتاع يوم السنه؟ كان منهار. لا انا ما اتفرجتش غير على ده بالصدفه على فكره، سبحان الله الصبح لقيت واحد صاحبتي مشيره الفيديو فاتفرجت فقلت انت عامل سكتش. لا ده هم حوالي 6-7 فيديوهات، وكل فيديو يعني مش عايز يوم السنه ده بقى الفيديو ده انا شفت بتاع السنه. لا بتاع السنه ده اللي يعني عارفه انا كنت متضايق محروق دمي طفل هعمل بس هو كان متماسك على انه كان مضروب بوكس. انا فهمت من الكاميرات وفهمت، قال لي محمد عصبي والواد التاني تبت، فلما ضربه كده زق محمد يعني طفل، راح محمد نايم على ايده عضه جامد. محمد كانت سنته ضعيفه قوي في العضه جامد، راحت السنه افترى ده عضيته الكاميرات احنا شفنا في الكاميرات وطلعت عضيته. نعمل ايه بقى؟ مش عضيته مش عايز يقول الحقيقه. انا مش عضيته. انت عضيته على فكره، على فكره انت تبقى قلت لك مش عضيته. طب ايه اللي حصل؟ احكي للاستاذ ريهام ايه اللي حصل. هو ده اداني في الفوكس في سنان. اداك في الفوكس في سنانك من غير ما تعضه؟ قبل ما تعضه ولا بعد ما عضيته؟ عارفه ضربني ليه؟ عشان بس اتخض منه حاجه واحده، فكر وانا قسما بالله ما سلطتها، وهو فكر ان انا سلطتها، وانا قسما بالله ما سلطتها. سلطتها انها تعمل ايه؟ سلطتها ان هي قلت بتشتغل من ياسين حاجات وكده. انا مش سلطتها وقسما بالله. قلت لها ايه؟ قلت لها ما تكلميش ياسين. قلت لها ما تكلميش ياسين يبقى ما سلطتهاش قسما بالله ما سلطتها. ايوه هو يقصد يومها في نفس اللحظه دي. يومها لا هو على فكره مش كذاب بس هو بابا بيقول ان الكاميرات شافتك وانت بتعضه فانت سنتك كانت متلخلخه وقعت. انا خدت موقف يعني وزعلت. لا انا مش عضيت خالص. قسما بالله ما عضيته. عضيته مش عضيته. انا بقول لك عضيته. مش عضيته. يعني انت لما زقك كده ما مسكتش دراعه تعضه؟ لا هو اصلا ده فوكس في سناني بعد كده ساكت. يعني هو اداك في الفوكس في سنانك مره واحده؟ ايوه. قول للاستاذ ريهام بقى ماليش دعوه. يعني سنتك ما كانتش متلخلخه وانت بتعضه وقع؟ لا سنتي ما كانتش سنتي كانت ضعيفه. طيب هو بقى ده في الفوكس في سنانك راحت طايره. طب واللي في الكاميرا ده مين؟ اللي في الكاميرا اللي بيعض ده مين؟ وممكن يكون نسي بقى ولا حاجه. لا انا مش عضيت اي حد. يا لابس زيك مثلا؟ لا مش عضيت اي حد. ايه مين اللي في الكاميرا؟ لا بابا قال لي تخليك قاعد هادي في الدرس وانا سمعت كلامه وانا اصلا مش عضيته. مين اللي طلع في الكاميرا بيعض؟ هو يوم ما كلمته في التليفون وهو قاعد هنا. شفت الفيديو ده؟ ايوه شوف شفته. سامر بابا اتعزم من عليه حوار. شفتيه؟ هو انت ازاي بس انت كلمتك ثاني؟ لا انت ما رحتش كورس؟ فكلمتك تطمن عليك؟ عارفه بابا قال لي بس انت بتتصل بيك. انا كنت مش مصدق. قال لي شفت مثلا كان بيتكلم معايا بيتكلم معايا في الاخر بقى عرفت ان الضحكه ان هي مي اختي. رحت عند مي اختي شدت شعرها وكسرت عمدها. كسرت عمدها؟ ايوه. انت عندك 6 سنين بجد؟ اقسم بالله عندي 6 سنين مش بهزر. وهي؟ وهي برضه عندها 6 سنين عبدي. وبتاخد كورس انجليش ولا كورس ايه؟ اللي انا باخده هي بتاخده. انجليزي يعني؟ ايوه. طب انت لو طلبت منك تقول لها رساله بالانجليزي دلوقتي تعرف؟ لا صعب لسه. لا رساله لسه صعب ده. طب يا حبيبي مثلا
مستر مستر وليد يزعل كده. مستر وليد مستر وليد مش بيدينا رسالات كده، خدها بالانجليزي. سالي في اي عاصمه في العالم؟ مش هتقدر. مش هيديك رسائل يعني؟ ما ينفعش تجمع لي اي جمله كده بالانجليزي ولا جمله؟ حفظ حاجات. زي مثلا نحله مرحبا. ايه نحله مرحبا اللي هما ايه طيب بالانجليزي؟ نحله يعني زي ايه؟ بيزي بي. قول بيزي بي. ماشي، وغيره؟ قول حاجات تانيه. ومرحبا يعني هلو. طيب يعني ممكن تقول لها يعني ممكن تقول لها هلو بسنت. طيب هلو بسنت. ايه تاني بقى؟ قلنا لها هلو بسنت. لو قلت لها مع السلامه قول لها جود باي. وايه تاني؟ جد جد المزمار يعني فلوت. صح. لك هو مهنج ده من الصبح بيسوي عارفه بتاع اللي هو المثلث والناس بتضرب عليه؟ عارفه مثلث؟ عارفه اسمه فانجيلا. وهو بيديك بيديكوا ال لا دي كلمات لا دول اسمهم ايه؟ يعني انا كمان اتصلت انا بصور من الصبح انا كمان انا بقول لك اسمها اللي هي يعني الات موسيقيه قصدي. ايوه الات موسيقيه. اشمعنى يعني؟ وجيتار يعني جيتار. ده هو أهمنا. وفي حاجة تانية كنت حافظها كتير. ده حافظ كتير. حافظ حاجات كتير. طب احكي لي بقى، انت اول ما بتدخل الفصل وبتقابل باسنت في الدرس قصدي، بتقعد جنبها ولا بتقعد جنبها؟ لا بقعد جنبها. واول ما اروح الدرس بدنا قاعد جنبها. واول ما اروح قاعد جنبها بقعد في اي ديسكو. خلاص لو لقيت حد قاعد جنبها خلاص ما بتقولوش قوم ولا حاجه. ايوه عشان كده حرام. كده حرام اقول له قوم. حرام انك تقول له قوم. ايوه صح حرام. بتديها امتى الشيبسي والحاجه دي؟ بديها ساعه لما اكون قاعد جنبها. ولو ما قعدتش جنبها تديهم لها ازاي؟ في الفصحى. في فصحى يعني؟ ايوه بديها لها في الفصحى بقى. طب وانت هو الحاجات التمثيل دي جات له بعد الفيديوهات دي؟ طبعا. هو بس كان معايا انا، لكن بعد الفيديوهات يعني ربنا يسهل ان شاء الله في يعني حاجات كويسه ان شاء الله ربنا يسهل. عايز تبقى ممثل؟ طبعا. بس لو بقيت مشغول قوي ما عرفتش تشوف بسنت تضرب ماما وبابا تضربنا يعني. هو بيحبها بس مش عارف لو ضربتنا او ضربت يعني ايه بسنت؟ يعني بسنت دي المستر قال لي ان بسنت دي لما تتجوز محمد ممكن تضربني انا ومامته عشان هو بيحبها. يعني انا مش عارف لو ضربتنا انا ومامته هو هيعمل ايه طالما هو بيحبها كده. ضربك ايه يا بابا؟ انا ما اعرفش. الناس اللي بتقول ضربت الله والمهم الشباك حتى ما اعرفش يا ابني. هم اللي اتصلوا وقالوا لها هتضربنا وانا دلوقتي دموع اهي. يعني لو ضربتنا انا وماما ازاي تسيب بابا ينضرب وتسيب ماما ينضربه؟ اطلعها وارميها من البلكونه. ما اعرفش بقى ليه تضرب ماما وبابا. إلا ماما وبابا حبايبي. ما اعرفش انا زعلان قوي وشايف دموعي هتيجي تضربنا. و اعرف الطلاق ده تعرفته منين؟ يعني اطلقها دي عرفت منين الطلاق؟ ما انا على طول بسمع الحاجات دي. قلت ايه بتسمعها فين؟ يعني على طول بسمعها من بابا. على طول بابا بابا الطلاق بابا متجوز ماما. انا يا ابني ولا بطلق ولا بتجوز انا غلبان. بابا متجوز ماما. على فكره بابا مش بيطلع. على فكره هو مش بيطلق. انا بس كنت بسمعها كتير عند ناس وكده في التلفزيون. تلاقيها على قطم التلفزيون. كنت بسمعها عند ناس كده. قلت له يا بابا يعني ايه اطلقها؟ قال لي يعني انفصلوا ببعض ما يبقاش متجوز. يعني انت من رغم ان انت بتحب باسنت لكن لو زعقت او ضربت ماما وبابا انت بتحب ماما وبابا اكتر وهتسيبها. يعني صح انت كده برافو. انت بتحب بابا وماما اكتر. لا هو راجل قوي. راجل قوي فوق ما تتخيلي. وحنين وطيب وجدع. بس لو ضربت ماما وبابا اطلعها وارميها من الشباك حتى وما تشوفهاش تاني. ايوه ليه تضرب ماما وبابا؟ الا ماما وبابا حبايبي. الا ماما وبابا. طب قول لها بقى كده وعرفها عشان ما تجيش لما تتجوزك تتبهدل فينا انا وماما. عرفها قول لها رساله لو ضربتنا ايه؟ بسنت
انا بحذرك وبقولك لو ضربت ماما وبابا هرميكي من البلكونه وهطلقك. صعيب حد يرمي مراته من البلكونه. طلقها بس ما ترميهاش من البلكونه. نرمي من البلكونه، انت تضرب ماما وبابا. بس حد يضرب مراته برضو؟ وهي تضرب مامته وبابته. هي تضرب مامته وبابته ليه؟ ليه تضربه؟ بس انت بتقول كده يعني غلط. هما ماما وبابا عملوا لها اي حاجه؟ ماما وبابا مش عملوا لها اي حاجه، ليه تضربهم؟ انت مستغربه انا عارف. مستغربه اصل الناس هتفهم ان انا موضبه اللقاء ده. انا داخله فاهمه ان استاذ حسام فنان وانه مخلي ابنه يعمل سكتشات ظريفه، لان الناس كلها كاتبه على فيسبوك هتضحك موت. مش حاجه ضحكت الناس. دايما لما بيبقى فيه ولد او بنت صغيرين زي فاكرين فيلم بتاع زمان بتاعت عائله زيزي لما كان في بنت صغيره تقول له اربعه يا ماما، يعني الناس بتحب الولاد القروبه شويه. صح، هو قروبه. فبس هو مش بس كده، هو انا اللي دهشني ايه ان هو بيتكلم باحساس، يعني هو حاسس اللي بيقوله فعلا، مش حافظ كلمتين يبهر بيهم الناس وخلاص. حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها يا حبيبتي، بكرة تكبري وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، يا حبيبتي بكرة هتكبري وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، واقول خلاص دي كبرت ده هتبقى مهندسة، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها. صفقوا له يا جماعة. ولا نشاز النوتة سليمة 100%. ايوه ايوه بيعرف يغني كويس قوي. اشمعنى حبيبة امها؟ ما الاغنية اللي سمعتها كده؟ لا انا قصدي اشمعنى بتهدي الباسنت حبيبة امها؟ يعني انا بتهدي حبيبة امها بعد كده اقول لي اخواتي بحبها. انا فاهمة، اشمعنى الاغنية دي اللي بتهديها الباسنت مش اي اغنية تانية؟ هي دي الاغنية بقى. طيب عايز اعرف المهرجان بقى ولا انتوا عاملينه مع بعض ده ايه؟ عمل معايا مهرجان سك على اصحابك، محمد مغني فيه معانا انا ومي واحمد. وعامل معايا مهرجان انا وهو، حطيته عرض اول على اليوتيوب، والله العظيم المهرجان اسمه هاري هابوس. تمام، قلت انزل بقى بالمهرجان انا ومحمد، يعني وقته الناس حبت محمد، صريح معاكي جدا يعني، وننزل بقى محمد بقى ليه جمهور وانا جمهور والمهرجان هي. فلقيت التعليقات هاري هابوس ما عاشق مش عارف، وفضلوا تعليقات ضايقتني بصراحه شتيمه. والله العظيم. طب وانت هاري هابوس دي شايف ان هي لائقه للطفل يعني؟ هي هي, هي قصه هقول لك على حاجه. هو محمد لما بسنت والحب وبتاع انا عملت قصه، طبعا اي حد بيروح يتقدم لواحده والد الواحده ده بسلخه صح، فانا عملت قصه اسمعوا قصتي انا ومزتي، البت توته ناعمه وبسكوته، رحت اتجوزها ايه، رحت اتجوزها بجد عاوزها، رحت لابوها، يعني قصه تحفه. وفي الاخر خالص ابوها رفض برضو مصمم، رحت قايل له بقى ايه انا ومودو عموما يعني هاري هابوس، تقول الحته دي انت يا مودو. الاب لما رفض عيب ولا ايه؟ انا هقول لك بقى لما الاب رفض، فانا بقول له عموما البنت كمان حاول القصه حلوه قوي، فقلت له خلاص براحتك عموما انا هاري هابوس، انا في ميت فيلم هاري هابوس، فسح وجناين هاري هابوس، بس انا مش خاين يعني مش هسيبها. فالاب على طول اول ما لقى كده بدا يشد ناعم وبدا يقول له ده بيتك يا ابني. ايوه لا انت مش شايف ان هو يعني هم تلاقيهم معترضين ده كطفل؟ لا ما ينفعش يقول كده. المهرجان نزل وبس كل مهرجان هاري هابوس انتظروا. ما انت ما تنزلوش بقى عشان نسمع. المهم فلما لقيت التعليقات خلاص جات لي حاسه كده ان في مشكله هتحصل. لا من غير مشكله، انت كأب ما عندكش مانع يعني ان هو يقول كلام زي ده؟ على فكره ابني والله العظيم مؤدب جدا، انا لو شاف اخلاق ابني. بص اقول لك على حاجه يعني، لا قصدي اقول ان انت المجمل بتاع الاغنيه ان انت بتذل واحده باللي حصل. لا ده هي وقفت لابوها هي كمان وقالت له ده شخص كويس وانا بحبه، ما تبصش للفلوس. فابوها قال لها لا بتجبرها. ايوه ابنك مش صغير على ده؟ هو ابني فاهم، ابني بيغني غنوه. ما هو بقى عشان كده في ناس بقى على الانترنت تقول لك ايه بيستعمل ابنه وهو مش فاهم.
في حاجات معينه. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا اولادي والله العظيم مش بشكر فيهم، والفنان سامح الصريت تساليه وقولوا له حسام لما تجي لك باولاده بيفضل يعني بوجه له شكر كبير طبعا. فنان سامح الصريت صديق على اساس ان هو بيقول لي انت حسام عامل ايه في ولادك؟ اشمعنى استاذ سامح؟ لان استاذ سامح معجب قوي بتربيه ولاده بادابهم واخلاقهم، ولما نروح عنده في الفيلا يقول لي يا ابني ولادك مش بتشقوا ليه؟ حتى بنته ما تكلمه لا تعال بص العيال عاملين، انت ولادك اشقيه، ولادي هادين جدا. محمد ده لو قعد يوم انت مش كلمتيه ما يتكلمش. مي نفس الموضوع احلى. لا انا قصدي اقول انك تفتح دماغه على كلام زي ده او زي ما انت بتقول لما بتقولي هو فاهم ان ممكن يكون استعماله في ان هو يقول كلام زي ده وهو صغير كده بيسوق الكلام اكتر، فمش مفروض ان خلاص اوكي انا عملت فكره والناس الغيها بقى. اه ما انا هلغيها يعني انت رحت جاي مسح بجد والله عشان مسح. بما ان يعني انا بنبسط ليه ان ممكن يكون تفكيرك غلط، انت مش ملاك طبعا يعني. انا بدليل ان انا عملت رحت تفكيرك كان غلط وان طفل زي ده يقول الفاظ زي دي حتى لو مش فاهمها ده ممكن هيبقى زي استعمال الطفل في حاجات مش لطيفه. انا نزلت صور من انت مش هتنزلها بقى امبارح قلت انتظرونا كذا. مفيش انتظرونا بقى. اه مفيش بقى خلاص. وعد بقى. وعد اقسم بالله. وعد. انا بحب زي ما طلعنا حمو بيكا زي ما كده انا مش حابة يعني ان ايه حلو ان يحصل تقويم من الناس يعني يحصل حاجة الناس تحبها وانت كنت ناوي على حاجة الناس مش هتحبها ممكن كانت فرقة بس لا نزلت بقى كليب وان حضرتك الناس بقت تحب والله الحاجات المحترمة كلها. آه نزلت كليب محترم جدا وانتوا جايين في الطريق كنت مصور كليبين انا ومحمد واحد وواحد تاني. كلمات محترمه كليب حلو. طب ما تغني انت وبابا اي اغنيه حلوه نغني بحد جاي حافظ نغني حافظ حاجه نغني ما بلاش اللون ده معانا مثلا ولا مش حافظها؟ لا حافظ امال ايه؟ لا مش استنى معترض ايه؟ لا مش معترض يلا ولا نفسك تغني حاجه احسن؟ ما بلاش اللون ده معانا راح تتعب قوي ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا بلاش ده معانا هتلول ليه ويانا ما بلاش حركاتك ديا امبارح كنت معانا سكر في حلوة طحنية هتلول ليه ويانا ما بلاش حركاتك دي امبارح كنت معانا سكر في حلوة طحنية حصل مننا خينا بتعدي ولا بتجينا بتعدي ولا بتسلم بكرة اللاطك يعطينا بتعدي ولا بتسلم بكره اللاطك يا طينا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيعي في هوانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيعي في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا بلاش اللون ده معانا هو انت كده غنيت؟ لا وحافظ حافظ حاجات كتير. طب غني لي اي حاجه. تغني ايه مثلا؟ تغني سك على اصحابك. ماشي خد كلمة برك من مية. خد كلمة برك من مية انت زمن الصحوبية ما بقاش في اصحاب على حق وانتوا لا لنا ولا شبهنا لا اصحاب بتسون السر ولا يعرفوا كلمة عشاء طول ما في جيبك ومعاك هما في ظهرك ووراك ونروح كل اللي معاك تاخد صفر من عشرة يا نهار على البني ادمين خاينين وقلوبهم سود والله غلبوا الشياطين ناس بقى تلعب بالبيت ناس كل ما فيها شمال دول خلوا الكوكب مال ويمشوا على الحبال ويجاروا الموج ده اللي عشر التعبير لو مش حاوة هيتنام الا هتديله صباح لا تديله صباعك اقرا الفتحة على دراعك ولا تحلف على طيبته بثواني هتلقى باعك اوعى الحنية تهز وتقول تفلان بيعز صدقني في اول وقع اول واحد هيغوص بتعاير بس بايه من كبت بتوجت عني
حتى اللي انا قلت عليه دايما بقى جايب سر، بيقول عبطي مجنون ماشي يا عم الملعون، هقل واجرح واخون واكتب فرعون في بطال، وحياة قلب اللي تهان نشرم كلمة انسان، ويشوف قلب الغلبة وانتو قصاده بتجروع. ازاي حافظ ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي حافظ كده؟ خد كلمة براك من مية، انتهى زمن الصحوبية، ما بقاش في اصحاب على حق، وانتوا لا لنا ولا شبهنا، لا اصحاب بتصون السر ولا يعرفوا كلمة عشرة، طول ما في جيبك ومعاك هما في ظهرك ووراك، وان راح كل اللي معاك تاخد صفر من عشرة. يا نهار على البني ادمين خاينين وقلوبهم سود، والله غلبوا الشياطين، ناس بقى تلعب بالبيض، ناس كل ما فيها شمال، دول خلوا الكوكب مال، وبيمشوا على الحبال ويجاروا الموجة، ده اللي عشر التعبين لو مش حاوى حيتناول اللي هتدي له صباعك، اقرا الفتح على دراعك، واللي هتحلف على طيبته في ثواني هتلقى باعك، اوعى الحنيه تهزك وتقول ده فلان بيعزك، صدقني في اول وقعه اول واحد هيغز، بتعاير بس بايه من كبتتك. هو انت عارف هيغزك يعني ايه؟ يعني ايه هيغزك؟ يعني دبوس واحد غزه من مش فاهم حاجة خالص بدبوس. طب انا دلوقتي يعني انت عارف ان انت موضوع محمد بسنت ده ضحكت بيه ناس كتير قوي. طبعا مش بتزعل ان الناس بالك لما اخذ القطع كلام، خدت بالك من تعليقات الناس؟ ناس كتير جدا، وناس كتير برضو بتعليقات سلبية، قالوا احنا من اول 2020 هقول لك بس ماشي. لا هقول لك حاجه، هو يعني رجعوا الضحك تاني. لا هقول لك حاجه، هو عشان ابقى امينه معاك، هو سلاح ذو حدين، يعني هو لطيف انك تشوف ولد صغير بيتكلم باللباقه دي وكده، بيتكلم بالعفويه والتلقائيه دي، تضحك جدا، لكن كان في شويه لوم عليك زي ما انا بقول لك ايه دلوقتي، بقول لك ما تنزلش المهرجان الاولاني ده وما تعملش كده تاني. عشان انا ما نزلتوش يا استاذه ريهام، انا نزلت صوره، مش قصدي هم مكتوب يعني. تخلي بال انت بتقول ايه، انت معتمد على ان هو مش فاهم. على فكره انا في الكابتن مان مش قاعد وعامل. ايوه يعني برضو لا انا مش بقلل منك، انا بقول لك ان ممكن اختلط عليك الامر انك بتقول ايه هو مش فاهم هو بيقول ايه، فما فيهاش حاجه. صح. لكن الناس التانيه هتبقى شايفه ان عيب قوي ان ولد صغير يقول الكلام ده. الفيديو والله العظيم كان انت عارفه على اليوتيوب دلوقتي، عايزين محمد دلوقتي يبقى فنان قيم، قصدي يعني لو موهبه بلاش نستخدم الموهبه في حاجات سوقيه او صح حاجات تضايق الناس، خلينا نكبر محمد ونخليه قيمه فنيه وموهبه كبيره. انا عرفت ان جالك عروض كويسه من مسلسلات كويسه، مش هقول يعني، فخلاص حطيناه على اول الطريق الصح، بلاش بقى نعمل كده. اختبارات وما شاء الله، يعني بص قالوا لي يعني اللهم صل، ده مش طفل طبيعي. عشان كده بقول لك ما تبوظش الموهبه دي وما تستغلهاش غلط. لا انا وقفته على طول ورحت منزل بقى كليب تاني، لانه حتى ده بيقول لك بيغزها بدبوس ومش فاهمها خالص. هيقول لك بقى بيغز وفنان وشفت التربيه وشفت ما هو بقى احنا عايزين فعلا انت بطل تعمل كده. لا ما تخليهوش، انا عايز بس اقول للناس حاجه، ما تخليهوش يقول كلام بقى ولا شمال ولا يغز ولا كده. لا ليه؟ انا عايز بس احنا بنحاول دلوقتي ان احنا كل الالفاظ دي نمحيها. لا انا ما فيش، انا الوجود. عندي حبه ملح، كانك جبت حبه ملح معروفه في الوطن العربي كله، كانك جبت حبه ملح وحطيتهم في قلب الجرح. يعني في حد يا جماعه ما يعرفش الغنوه دي؟ غنوة ناجحة، وكان مع الأستاذ محسن جابر عالم الفن ألبوم حبة ملح. ما خنتنيش كداب، لأن أنت خنتني. لا أنا مش بقولك أنك بتعمل حاجة هابطة، أنا بقول خالص. أنا بقول خلينا نتفق كلنا على أن المهرجانات والحاجات دي إحنا بنحبها، ولكن عايزين كلامها يبقى كويس. ما هي دي والصور نزلت والله العظيم ستوب، ما ستوب قبل. هو بيقول اهو مع ان صوره ما فيهاش حاجه لما الواحد يغلط واحنا نقومه او نقول له لو كان نزل كفايه اتحمل، وكان انا عارف كنت هصفر وهنقول له كفايه من غير مشاكل، انت نفسك يبقى تبقى مبسوط ان ابنك اتحط على الطريق الصح، الحمد لله، انه يبقى صح. فنان قيم وكبير صح. من غير ما يقول حاجات سوقيه وكده، لان احنا عايزين نمحي فكره الالفاظ دي. يعني هو لما يقول يغزك وشمال ومش عارف ايه هيخلي ناس في سن كتير يقولوها. لا نزلت غنوه، احنا مش عايزين اللغه دي ومش عايزين الالفاظ دي تتقال وسطينا. ماشي ما هو بقى
انا حفظت الكلام ده كله من الاغنيه. اه ما احنا بنقول لبابا بقى ما يعملش الاغنيه كده دي كده. بقى الكليب اللي انا عاملينه انا وانت اللي هو هريها بوز ده نقول للناس احنا اسفين ولسه ما نزلش عشان خاطر استاذه ريهام. واستاذه ريهام اعلاميه كبيره وفاهمه اكتر مننا، وطالما هي قالت ستوب اكيد ستوب. انا قلت هوقفه شويه وانزله بعدين لا. ناخد ترند تاني، ولكن لا الترند اللي يجي بحاجه وحشه مش عايزينه بالزبط. لازم نقدر الناس ونحترم. عشان محمد موهبه كبيره وخساره انها تروح في حاجه كده. خلاص هو بابي قال احنا اسفين، بابا قال احنا اسفين، بابا اتاسف على لكن احنا انا الفيديوهات بتاعت محمد وبسنت دي مش هكذب يعني ضحكت ناس كتير وبينت قد ايه الطفوله فيها عفويه. والتاني هقول لكم لازم تفهموا عشان انا جيت هنا عشان اوريكم هو قصده ايه بحب واحبك وتحبيني وكده. قصده نجري ورا بعض ونلعب مع بعض ونبقى اصدقاء صح؟ صح. هو مش فاهم اي حاجه تانية خالص. لا في ناس مفكره بقى ان انا مسلطه وان انا مفبرك وان انا والله العظيم بجد بشوف التعليقات بصراحه بزعل. بيني وبينك انا كنت لا مش مفبرك، انا كنت فاكره ان انت لقيت عنده بذره واستغلتها في انك تعمل سلسله سكتشات. يعني والله يا استاذه ريهان ما حد بيقدر يصنع ترند، في حد يقدر يعني يصور موضوع في ايه في موضوع والع موضوع شيق، ولكن انا ما اقدر يعني عارفه لو انا اقدر اصنع ترند انا بغني بقالي حوالي 15 16 سنه يعني بغني وبتعب. لو انا اقدر اصنع ترند كنت مثلا كنت عملته لنفسي يعني. كنت عملته لنفسي، كنت عمل ربنا الصانع. انا كل الموضوع الواد ضحكني صورته ونجح، بدات اصور تاني خدت رياكشنات وربنا اراد ونجح. يمكن نجاح محمد ده شقى لي انا او تعب انا تعبته وربنا بيعوضني بس عن طريق ابني صح. يمكن ليه مستكترين وبعدين انتوا ضحكتوا وفرحتوا وانبسطتوا والفيديو بقى ينزل بقيت اشوف مواقع في خلال ثلاث ساعات هو مش هيخليه يقول كلام مش حلو بعد كده. استحاله اعمل حاجه تضايق الناس والله العظيم. واللي جاي ان شاء الله احلى. وانا ما فيش غلطه من يوم ما غنيت ما فيش بسنت خلاص ما فيش بسنت يا محمد تاني بس لا هدناها برضه في دماغي. عمري ما هسيب بسنت دي خالص. لا بص فين ساكت ساكت بسنت دي عمري ما هسيبها بسنت خلاص مش هنشوف بسنت تاني. لا دي بس دي بسنت دي هدناها في دماغي بس مش هتشوفها تاني. لا هشوفها. لا هشوفها. مش هتشوف؟ عادي في الدرس هشوفها. مفيش درس ما انا اتفقت مع بابا انا مش هخليك متعلق بيها. ايه اللي مخليك متعلق بس نشوف خليك مع الاستاذ ريهام. ايه اللي مخليني اتعلق بسنت؟ يعني اشمعنى بسنت ما تحب واحده تانية؟ عشان بتحبني وعلى طول اول ما اجيب لها حاجه بتقول لي شكرا شكرا يا محمد. بتقول لي شكرا يا محمد. قلت لك شكرا يا محمد دلوقتي هتحبني؟ طبعا. طب شكرا يا محمد. كده حبيتك خلاص. انت كده بقى بتحب ريهام سعيد ما بتحبش بسنت كده صح. هتسيب القمر دي وتحب بسنت استاذه ريهام سعيد؟ القمر بص لها كده. انا عندي بنت. عندك بنت؟ هي اسمها ايه؟ امينه. الله اسم جميل على فكره. احس اسمها حلو. هي لذيذه قوي بس هي اكبر منك ب 14 15 سنه كده. ايه ده معقول؟ مش كتير يعني. بس عندي بقى تيتو اصغر منك 3 سنين ممكن ده يبقى صاحبك. ايه رايك في امينه؟ حلو. حلو صح؟ دلوقتي هتعمل فيديوهات تانية عن بسنت؟ ما بابا هو اللي يقول لي. لما يحصل حاجه بقى. اي لما يحصل. يعني انت لو حصل حاجه تيجي تحكيها لي؟ ايوه. وانا ما تحكيها. هو الدرس ده مكمل الى ما لا نهايه؟ لا هو دي كورسات انت حضرتك عارفه ان الدراسه مبقاش فيها اهتمام قوي زي الاول يعني. فاحنا حاجات بقى بفلوس خاصه لينا احنا. طب ولو بجد بجد بقى استنى لو بسنت فعلا فعلا والله بتكلم جد لو عشان باباها زعلان وكده لو بسنت بطلت تروح الدرس ده يعني تخش الدرس وانا متوقعه ان ده اللي هيحصل انك تروح الكورس ما تلاقيش بسنت. يعني تحب واحد ثاني؟ يعني انت لو رحت ولقيت استنى استنى في حد في الكلاس تاني ولو لقيت بسنت رجعت تاني احبها يعني واسيب البنت التانية اللي انا اخترتها. ولقيت بسنت مش جت الدرس التاني احب الواحدة التانية اللي انا اخترتها بس خلاص يعني مفيش مشكلة. يعني انا بقول كده اوعى تزعلي يا بسنت. انت مبسوطة ايه للدنيا؟ انت عشان بس مش جت الدرس انت عشان بس مش جت الدرس احب واحدة تانية. بس لو رجعتي؟ لو رجعتي هحبك. لو ما رجعتيش؟ لو ما رجعتيش لو ما رجعتيش يا ستي هحب الواحدة التانية اللي أنا اخترتها. اللي هي في حد تاني طيب في اسم تاني ولا؟
لا في في لا في في فينا زي زي مين؟ زي مثلا انا بس عرفت بس انت تيجي بس لكن عارف اسامي ناس تانية ولا لا؟ مش حافظ اسامي الناس كلهم، حافظ اسمك بس. حافظ اسمي. اسمي ايه؟ استاذ. اسمك الاستاذ ريهام سعيد. لا انا ريهام سعيد بس. طيب انت يعني مش عارف ولا واحدة في الكلاس تاني؟ طبعا. هي بس مش عارف اسم ولا حد تاني. اي. لكن لو بسنت ما جاتش انت هتجري وتلعب مع واحدة تانية. طبعا. لكن لو بسنت جت هلا هجري معاها ولا معايا. طب انت ما ينفعش تلعب مع بسنت واحدة مع بسنت كمان؟ تجري مع كل اصحابك كلهم اصحابك. لو بسنت ما جاتش ما تزعلش. لو بسنت مش جت هختار واحدة. مش لازم واحدة بدل يعني ممكن تلعب معاهم كلهم. تحبهم كلهم اصلا. انا بحبهم كلهم الا ياسين. بحبهم كلهم الا ياسين. هو مش بيحب بسنت بس. هو بيحبهم كلهم الا ياسين. طب احنا عايزين نصالحك عايزين نصالحك على ياسين. وياسين لو قلت له انا اسف هتقول له انا اسف ليه بقى ما هو اللي ضربك بالبوكس؟ لا ولا انت اللي عضيته؟ لا مش عضيته. ما هتقول له انا اسف على ايه؟ لا مش هقول انا اسف انا بس اتلخبطت من الكلام. ماشي. هو لا هو انا اخليه يتذلي. اوكي. واخلي بابا يدخل الدرس ويقول لي ياسين اعتذر لمحمد. طب جاب يعتذر دي منين؟ اعتذر لا كلمة اعتذر دي جبتها منين؟ جبتها من بابا. بابا اللي بيتكلم كده اعتذر؟ اي يعني مثلا خلي بابا يجي يعني ويدخل الفصل ويخلي يعني ياسين يعتذر لي. يعني مثلا لو حد ضايق حد مثلا انا ضايقته هيقول لي يا محمد اعتذر لي. طب ليه تبقى مربي بقى ابنك كده وتدي صوره غلط عنك كده؟ والله العظيم الناس فهمت غلط. انا ما اعرفش على فكره. عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو الترند جنن الناس. برافو عليك استاذه ريهام. والله العظيم حضرتك يا جماعه الترند جنن الناس. والله الناس بقت مستعده تعمل اي حاجه عشان تطلع ترند وتكسب فلوس من يوتيوب. بس انا والله العظيم لا انا شعرفني ان انا هطلع ان ابني هيبقى ترند. لا لا مش قصدي هو الترند جنن مش قصدي على الفيديوهات. الناس يا جماعه خلينا ابقى صراحه الناس بتستكتر الخير على الناس. لا انا قصدي على الالفاظ اللي بتتقال في بعض الاغاني وكده. الناس بتعتمد على انها لما تبقى غريبه او خارجه او كده الناس هتتفرج عليها اكتر. لا بس الناس ما بقتش ذكي جدا. الناس ما بقتش كده دلوقتي. عايز اقول لك على حاجه. الشعب ذكي جدا وفي اطفال كتير ولكن في طفل بيبقى سبحان الله خطفك. وناس كتير قالت انا مش عارف يعني في تعليقات. بس احنا اتفقنا خلاص ان احنا هنعمل حاجات كويسه وهادفه. انا عمري ما عملت حاجه وحشه. كنت هتعمل وخلاص الحمد لله ربنا ربنا ستر. كرمني انا قلبي اتقبض من تعليقات الناس رحت جاي مسح. ربنا ستر. طب شفت بقى ان الناس بتقاوم الناس كنت. بقول لك ايه انت مامتك بقى بتحب اللي انت بتعمله ده؟ يعني قالت لك ايه على موضوع بسنت ده ماما؟ طبعا بتحب الموضوع ده. ما قالتلكش حاجه على بسنت؟ ايوه بتضحك بتضحك. اول ما تشوف الجهاد اول ما تشوف الجهاد بتضحك. لكن ما قلتلكش اي حاجه على بسنت. الحب هنا مش اللي انتوا فاهمينه خالص ولا اللي اهل بسنت فاهمينه. الحب هنا واحد بيجيب شوكولاتات لواحده فهي بتحبها وبيحبها عشان بتقوله شكرا يا محمد وبيلعب معاها وبيجروا ورا بعض. صح محمد ابن عاطفي قوي ورومانسي بس. جدا. اه والله مش اللي في دماغكم يعني. هو 6 سنين يا جماعه يعني مهما كان مخه ايه هو ده تفكيره او هو ده اللي جايبه ان هو بيحب حد بيلعب معاه وبيجروا ورا بعض يجيب لها شوكولاته وتقول له شكرا يا محمد بس. صح. انا بشكرك وبتمنى لك يعني مستقبل فظيع وانا مبسوطه ان انت كنت عندك 6 سنين وانا عملت معاك الانترفيو ده. والله ولو ربنا داني العمر بقى اشوفك وانت سوبر ستار نجم. لا مبسوطين جدا مبسوطين جدا ان انت شرفتينا ونورتينا في بيتنا. دخلت قال له عارف دي مين؟ قال له ايوه ريهام سعيد. طبعا مبسوط كده ان انا شفتك على فكره. خلاص وانا كمان والله العظيم انا كان نفسي ابوسك والله بس عشان حاجات الاحترازيه. مين يصدق ان يعني المفعوص ده اللي خلى النجمه الجميله حبيبتنا الاعلاميه والله العظيم اللي بجد اللي الوطن العربي كله يتشرف ان الاستاذ ريهام سعيد بس تعدي كده من قدام بيته. احنا بيتنا زاد شرف. ميرسي جدا وبشكرك. هواس الترند واليوتيوب بيخلي بعض الفنانين او الناس اللي بتكتشف مواهب في اولادها
ان هم يطلعوا على اليوتيوب ويقدموا موهبه، مش زي زمان كنت تستنى لغايه ما حد يكتشفك او كده. منبر كويس قوي ان انت عندك موهبه بتطلع تعملها، ولكن بتوظفها ازاي او بتقدم من خلالها ايه هو ده المهم. عشان كده النهارده لما جينا لحسام او استاذ حسام بابا محمد، شوفوا هو خليناه يعتذر وخليناه يقول ان هو مش هيخليه يقول الالفاظ دي تاني، وانه ممكن النجاح، وربنا زي ما يكون بعت له رساله من خلال قصه محمد وبسنت دي، انه ممكن ابنه يقدم موهبته ويقدم حاجه كويسه قوي من غير الكلام السوقي ومن غير الالفاظ اللي احنا مش عايزينها تبقى درجه خالص. يعني هتقولي لي كلام انشا وايه المشكله ومش عارفه ايه، لا انا نفسي بحب قوي موسيقى المهرجانات قوي، وبحب مطربين المهرجانات، بس فعلا لما بلاقي كلام مش لطيف بتضايق، وبالاخص لو طفل اللي بيقوله، لو طفل عنده 6 سنين اللي بيقوله، فيبتدي ولاد ينقلوا من خلاله الكلام ويكرروه، ويبقى ولادنا بيتكلموا باللغة دي من وهم صغيرين. دي حاجة غير مقبولة وما ينفعش نخليها تتفشى. وهو حتى بيقول ان الناس ذكية مش ذكية، ان الناس عارفة ايه الصح وايه الغلط، انه اخد كومنتات وحشة جدا عن المهرجان اللي كان هينزله، اتأسف ومش هي يعرض حاجة تانية بالسوقية دي، و وأرجو ان هوس الترند واليوتيوب ده ما يخليناش نعمل اي حاجة نلفت بيها النظر وخلاص. زي ما في ناس اتهمتني كده في وقت الوقت بعمل كده، انا من اشد الناس اللي ضد ده. فكرة بقى ان في ناس جذابة لوحدها او موهوبة لوحدها فبتبقى ناجحه طول الوقت والناس بتشوفها، دي من عند ربنا. ولكن ان نعمل حاجات فيها سوقيه وفيها كلام مش لطيف، او نستخدم طفل في انه يقول حاجه مش مناسبه لسنه فالناس تستغرب فتدخل اكتر، اكيد ده مش مقبول. والموضوع بقى اللي فعلا هززني، محمود وبسنت ده طلع بجد، ما طلعتش سكتشات ولا طلعت تمثيليات ولا اي حاجه، محمود وبسنت بجد. حسام او استاذ حسام او الفنان حسام الشرقاوي وعد ان هو هيحط محمد على الطريق الصح، وعد ان مفيش مهرجانات، مفيش الفاظ بذيئه، مفيش حاجه خدشه للحياء، مفيش حاجه يقولها مش فاهم معناها، وعد ان هو يحطه على الطريق الصحيح، وهو اذا كان شايف ان عنده موهبه فيقوم الموهبه دي ويكبرها بان هو يبتدي يأهله ان هو يكون نجم. وانا سألت محمد تحب تبقى ممثل عشان برضو ما يتحطش في حاجة هو مش عايزها او مش شايفها او مش فاهمها. فاحنا دلوقتي هيبقى معانا دكتور رشا الجندي، مدرسة في جامعة بني سويف. هو التايتل بيتقال ايه حضرتك؟ مدرس ولا بيتقال مدرس ايه؟ مدرس صح؟ انا اسفة. زي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. انا الحقيقه عايزه اتكلم مع حضرتك في يعني شقين. الشق الاول الاثر النفسي على محمد في فكره ان هو يبقى بيتعمل فيديوهات، وموضوع باسنت ده يكبر، يعني ماليش دعوه بموضوع التربح او كده او ان باباي بيستغله، لا فكره ان هو نفسه يبتدي يعرف ان الموضوع ده اتشهر وان القصه دي كبيره، وانا بعد اللقاء معاه طلعت بفكره ان هو ولا اي حاجه خالص غير ان هو موضوع عادي جدا. صاحبه اتخانق معاه عشان كان بيلعب مع باسنت وبيجري وراها اللي بيجيب لها شوكولاته وبتقوله شكرا يا محمد، مش في دماغه الولد يعني كان بيحكي على خناقه. موضوع الفيديوهات المتكرره والكلام عن الموضوع واهتمام الاعلام وتكبير الصوره دي، لو هو فضل فعلا يقول انا بحبك يا باسنت انا بحبك يا باسنت، على فكره هو بيحبها حب مش زي اللي احنا فاهمينه، هو بيحبها كصديقته يعني مش 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 حاجه زي اللي احنا فاهمينها، حتى بيتكلم عن جواز وطلاق ومش عارفه ايه، ده كلام هو سامعه من اللي اكبر منه وابتدى يردده بدون برضو وعي ولا فهم. الاثر النفسي لو القصه دي انتهت، لو باسنت دي بطلت تروح الكورس وما بقاش فيه باسنت وما بقاش فيه الاهتمام ده وما بقاش فيه الفيديوهات، ايه اثره على محمد؟
طيب الأول مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفوكي وبيسمعونا، والحمد لله على سلامتك. أهلا بحضرتك، رجوعك نورتي الشاشة. ربنا يخليك. أنا عايزة بس أقول لحضرتك يعني الموضوع بطريقة علم النفس شوية، علشان كذا حد علق كذا حاجة. أولا هو الطفل حقه إن هو يعبر عن انفعالاته وعن مشاعره. أوكي. وزي ما حضرتك قلتي هم الأطفال بيحبوا بطريقة فيها براءة ورقية عالي جدا عن ما احنا الكبار بنشوف. بالظبط. عشان الناس كتير قعدت تقول أصل احنا ازاي بندخل في مخهم الحاجات دي، وازاي بابا عادي كده وبتاع. على فكرة الحب بتاعهم أنقى بكتير من اللي احنا ممكن نتخيله. ولكن الناس برضو اللي مستغربة الموضوع، هو مش هقول ان الطفل ممكن يكذب، الطفل عمره ما بيكذب، لكن ممكن الطفل يتخيل. أيوة. فمش شرط كل حاجة نسمعها من الأطفال تبقى حصلت حقيقي. هو على فكرة طلع ان ياسين ما ضربوش بالبوكس ولا حاجة. تمام. لأن الطفل مستحيل ما بيعرفش حاجة اسمها كده. كلنا بنتولد على الفطرة، بتفضل الفطرة النقية دي جوانا، ولكن بيتخيل. وكل ما تخيل الطفل كتير، كل ما أنا فهمت ان هو عنده موهبة في التخيل بتاعه، حاجة حلوة مش وحشة. فدي حاجة مش وحشة، بس الحلو ان انا وظفها صح. اوكي. فقد يكون هنا التوظيف تم بان يعني اتصور وصل للناس، وحظه جه كده. الشهرة المفاجأة اللي حصلت هي سلاح ذو حدين. يعني لو هو الطفل ده باباه او مامته او اللي محاطين حواليه مفهمينه ومعرفينه حقيقة اللي بيحصل، ان احنا في زمن دلوقتي ان عادي الناس بتصور فيديوهات عشان تعبر عن انفعالاتها او تعبر عن مشاعرها او تعبر عن موهبتها او توصلها للناس ايا كان. في ناس ممكن فيديوهاتها ما تتشافش، وفي ناس سبحان الله بتيجي معاها كده من عند ربنا. بس متهيألي ان هو سنا اصغر من ان الفكره دي ممكن توصل بوضوح يعني. لا خالص، ما هو ده بقى المتغير في الاطفال، او اللي الناس ما يعني بيتهيألهم ان الحاجات دي كبيره على سنهم ان هم يفهموها. لا، انا لما بكلم الطفل وبفهمه بيفهم. مش قصدي اقول ان هو اصل الاب هنا فنان ومطرب، واخواته عندهم 11 سنه و13 سنه بيغنوا من زمان وبيطلعوا بفيديوهات. تمام. فهو متخيل مثلا ان هو يعني مش عارفه، بس انا كل ما اقول له مثلا مش هتشوف بسنت، يقول لي ما ينفعش ما اشوفش بسنت، ما ينفعش. أيوة، ما اتكلمش على بسنت. فاهم قصدي؟ بالظبط حضرتك، دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي عايزين نوصلها لاي طفل من وهو صغير. ان هو يبقى عارف ان دوام الحال من المحال. يعني مش شرط علشان طلع لك فيديو اشتهرت دلوقتي جامد ان ده هيدوم معاك، وده مش بس ليك انت كطفل. انا حاولت كمان في اللقاء افهمه انك ممكن تدخل الكورس ما تلاقيش بسنت. وارد جدا. علشان ما يدخلش الطفل في حاجه اسمها اضطراب ما بعد الصدمه. ليه انا بقول للطفل حضرتك زي الكبير؟ علشان الصدمات بتجيلنا احنا كبشر لما تحصل حاجه ما عمرهاش خطرت على بالنا. فأنا لما بديله الاحتمالات في الحياة، إن وارد إن أنت تكمل وتنجح وتفضل الناس مهتمية بيك، وارد لأ، فبيخطر على باله بيتوقع الحاجة اللي بنتوقعها حضرتك. لو لا قدر الله حصلت الحاجة الوحشة اللي بنتوقعها، لو حصلت بيبقى أثرها النفسي علينا السلبي أقل. أوكي. بعكس حاجة ما خطرتش على بالنا خالص. فأنا اللي بنعمله مع أي طفل في الدنيا، سواء الطفل اللي اتعرض فيديو بتاعه او غيره، ان احنا بنعمل له حاجه بطريقه غير مباشره اسمها القوه النفسيه، بحصنه ضد الصدمات، فبكلمه بالواقع. يعني ممكن دلوقتي سمع ان في بلاغات اتقدمت مثلا ضد بابا او حاجه، دي تاثر على نفسيته؟ هو طبعا يعني لو الكبار اللي حواليه اللي بيتعاملوا معاه بيتكلموا معاه في الموضوع، مش بيتجاهلوه، مش بيتفاجئ، مش بيضخم المواضيع مع نفسه، بيدوهاله بالصورة اللي تحسسه انه عادي. هما بيفهمين انه عادي. وارد يحصل ده دور الكبار مش دور الطفل. عمر الطفل ما هي يفهموه ايه ان ايه اللي هيحصل، ان هيحصل مشاكل. ان وارد ان في ان اولا طبعا هو في غلط حصل في الموضوع، علشان بس يعني
هو الفيديو كله على بعضه ما كانش صح ان الاب ينشره، مش عشان ان هو وحش. لا ده هو انا عايزه افهم حضرتك بقى ان في كواليس. هو مش الفيديو بس، هو المجلس القومي للامومه والطفوله دخل على اليوتيوب لقى ان في اغاني مخله وبتاخدش الحياء، فيها الفاظ فظيعه بيغنيها مع بابا. طيب شو وتخيلي حضرتك، وهو بقى انا سالته عن معنى الكلمات دي مش عارفها، يعني مثلا يغزو دي قال لي، بقول له يعني ايه؟ قال لي يعني دبوس. بالظبط، احنا مش بنقول للناس ما تعملوش فيديوهات او ما تعبروش عن انفعالاتكم او ما تعبروش عن موهبتكم او مشاعركم، بس اعملوا لنفسكم مشوار مشرف. يعني اعمل ما تبقاش حاجه خدشه للحياء ولا بالظبط. اعمل حاجه، ما انا يعني لسه بقول في حاجات موجوده على النت، يوميات لاطفال وكده، بس ما فيهاش حاجه مضره للطفل. بالظبط، وحضرتك يكون ليها هدف. انا مش الهدف ان انا اركب ترند او احقق مكسب مادي بس. ما هو بسهوله جدا ممكن اي حد يعمل حاجات كتيره جدا لا ليها قيمه ولا ليها معنى وتجيب له فلوس، وهتبقى برضو شهره مزيفه لانها مؤقته. لكن في مشوارك ممكن تتكسف منها بعدين، فحضرتك بتعمل لابنك ده لو هم عندهم الوعي ده يا دكتور. يعني لو هم فاهمين. انا حسيت ان هو باباه مش فاهم بصراحه، هو يعني مش فاهم انه بيعمل حاجه غلط خالص يعني. بالظبط، بس هو دلوقتي ابتدى يحس، يعني ابتدى يعرف ان ده مش صح. بالظبط، مفيش مشكله لو انا عايزه اوصل موهبه ابني للناس وانا معجب بيها ومبسوط بيها، بس ايه الهدف من الفيديو؟ بالظبط، ايه الهدف؟ اعمل فيديو لابنك بس يكون ليه هدف. حضرتك برنامجك اكيد قبل اي حاجه في الدنيا بتحطوا حاجه اسمها الهدف من البرنامج. احنا دايما عندنا رساله. بالظبط، اي حد عايز يعمل حاجه فعلا تكون ليها قيمه مشرفه في مشواره بيحط حاجه اسمها الهدف. الهدف من الفيديو ايه؟ حتى لو انت حضرتك عايز تنشر الابتسامه على وجوه الناس، ده هدف حلو جدا. عايز تنشر ابتسامه بموقف انت بس ما تضرش ابنك ولا تخليه يقول حاجه زي بلغه الجسد دي. طب الشهره للطفل مش وحشه، بس زي ما قلت لحضرتك لو الكبار اللي حواليه واعيين هتبقى الشهره ليه نعمه. لو الكبار اللي حواليه مش واعيين ومش بيخلوه يعني. نصيحه للفنان حسام الشرقاوي ايه في الاخر؟ ان انا عايزه اقول له حاجه حلوه، مفيش مشكله حضرتك، ان الشهره زي ما قلت حضرتك الشهره نعمه مش حاجه وحشه، بس لو استخدمناها صح. ازاي استخدمها صح؟ انه يحطه في مسلسلات، في افلام، في حاجه ليها قيمه، وفي نفس الوقت ما تحرموش من انه يعيش سن طفولته، علشان بعد كده هيحصل له لو ما عاشهاش صح هيحصل له نقص، وممكن يرجع يبقى عايز يبقى طفل وهو شاب كبير. ايوه، فدي اكبر مشكله احنا بنواجهها مع الناس، زي اللي معاش المراهقه واتجوز وبعدين بيكبر شويه بيبدا يراهق وهو راجل كبير او ست كبيره. انا ونقول ده بيعمل تصرفات، فاحنا مش عايزينه يفهم ان احنا ضد انه يعمل فيديوهات، مش ده الهدف. كل الناس الدنيا كلها بتعمل فيديوهات، ومش عايزين برضو الناس تقول اصل احنا بنستغل الاطفال. مش شرط، انت ممكن فعلا توصل، مفيش طفل ربنا خلقه وما عندوش موهبه، فممكن اوصل موهبه تستغل الموهبه دي وتعمل ابتسامه من غير ما تخلي الولد يعمل حاجه خدشه الحياه ولا تضر الاخرين بالفاظ مش طبيعيه. وطبعا انا بلوم عليه باسم علم النفس، ازاي حضرتك كاب شفت ابنك عنده لغه الجسد دي وهو بيكلمك وهنا عليك تنشر له فيديو زي ده عشان بعد كده شويه لما يكبر يعني الناس تقول له انت يعني تعايره مثلا؟ لو حد راقي وابن ناس هيعايره، هيقول له انت يعني كنت بتكلم باباك في يوم وباباك سمح له تكلمه في يوم من الايام كده؟ هتلاقي الاطفال التانيين حضرتك هيبداوا يقلدوه لان للاسف الفيديو وصل. انا دكتوره رشا احنا لازم يبقى عندنا سلسله حلقات مع بعض، لان قد ايه اللقاء معاكي هيبقى ممتع في ان انا شخصيا وناس كتير تفهم حاجات كتير قوي ممكن نكون بنعملها غلط يوميا، واحنا فاهمين ان احنا بنربي صح وفي الاخر يبقى ليها واقع نفسي مش صح على اولادنا، لان مفيش حد فينا كامل، يعني مفيش حد فينا طلع بيعرف يربي او بيعرف. فان شاء الله قريب جدا توعدينا تبقي معانا في حلقه. استاذه ريهام انا بشكرك وبحييكي على كل المجهود الجميل اللي انت بتعمليه، وربنا يقويكي يا رب وتعملي دايما حاجات احسن. ميرسي جدا يا دكتور، بشكر حضرتك جدا. احنا شخصيا متهمين دايما ان احنا بنحب نبقى ترند ونوصل ومش عارفه ايه وبتاع، والله العظيم وحياه ربنا اقسم بالله ان انا الحاجه لما بتطلع ترند ببقى مرعوبه، انا بكره الترند
وبكره احنا بس الحمد لله الحمد لله 18 سنه كنا ناجحين، وكانت عندنا رؤيه بعيده شويه في مواضيع ما كانش عادي ان الواحد يتكلم فيها بيتكلموا فيها دلوقتي، وكان عندنا معالجات ممكن تكون صريحه شويه من اجل التوعيه، كانت صعب على المجتمع انه يتقبلها. ولكن دول 3 4 5 حلقات، وعندنا شوفوا بقى احسبوا 2 3 4 4 اسابيع في 12 شهر في 18 سنه بكام حلقه، عشان بس كل اللي يشوفني يقول لي حلقه كذا وكذا وكذا. طب وال 530 الف حلقه، تاكدوا ان احنا دايما بنقدم كل ما هو مفيد. والله العظيم من يوم ما قعدت على الكرسي ده ان نيتي خالصه لله، ويعاقبني لو انا يعني بقول حاجه مش حقيقيه. دايما رسالتنا ان احنا نقدم توعيه ونقدم رساله ونعمل سبوت لايت على مهنه معينه عشان نكرم اهل المهنه دي او ننتقدهم، دايما بنعمل الصالح العام. ارجو ان تكون الحلقه النهارده مفيده، ارجو ان احنا نستخدم موضوع الفيديوهات والترند واليوتيوب ده، بما ان كان بقى فيه نجوم كتير قوي، يعني الاول كان فيه ممثلين ومذيعين واعلاميين وكده هم المشهورين، لا ده دلوقتي اي حد عايز يبقى مشهور ممكن بفيديو صغير جدا ولا يروح لمخرج ولا المنتج ولا اي حاجه ويكسر الدنيا ويكسب فلوس كتير جدا، تمام. ولكن زي ما الدكتوره رشا قالت، ده سلاح ذو حدين، خصوصا لو بتستخدم ابنك او طفل في الموضوع ده. لازم تكون مخلي بالك من نفسيته، لازم تكون بتستثمر موهبته في حاجه مفيده للناس وليه، لازم تحطه على الطريق الصح عشان تنمي الموهبه دي. طريق خدش الحياء والالفاظ وكده طريق قصير، وشفناه مع مطربين المهرجانات وشفناه في الافلام وشفناه، طريق قصير والله. هتعمل ترند وهتخبط لكن مش هتستمر. الاستمرار الحقيقي هو تقديم فن راقي او حاجه ليها قيمه الناس تحب دايما تشوفها، مش خبطه كده تخبطها وتجري. ارجو ان الاستاذ حسام، انا عارفه ان نيتك ما كانتش كده خالص لاني قعدت معاك، وعارفه ان انت دلوقتي اعتذرت وانك هتبتدي صفحه جديده مع محمد ومع كل اولادك، انك تحطهم على طريق صحيح. والف مبروك على عروض المسلسلات الجديده، ان شاء الله نشوفه نجم قد الدنيا. وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الموضوع ده، لان فيديوهات الاطفال كتير على الانترنت، كتير قوي. فارجو ان تكون الحلقه مفيده، واشوفكم الاسبوع الجاي، وتصبحوا على خير. حبيبه امها يا اخواتي بحبها، حبيبه امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها يا اخواتي بحبها، دي حبيبة امها. يا حبيبتي بكرة تكبري وتروحي المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، يا حبيبتي بكرة هتكبري وتروحي المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للميسة، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للميسة، واقول خلاص دي كبرت ده هتبقى مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها.